الدكتور أحمد مصطفى الشربيني واحد من علماء مصر ورموزها المشرفة على مستوى العالم في مجال هندسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. على مدار عقود قدم الأستاذ البارز في كلية الهندسة بجامعة القاهرة إسهامات جليلة في هذا المجال، سواء من خلال مسيرته الأكاديمية أو المناصب القيادية التي شغلها. بدأ الدكتور الشربيني رحلته العلمية بالحصول على بكالوريوس الهندسة الكهربائية من جامعة القاهرة في عام 1977 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، ثم سافر إلى فرنسا ليستكمل أبحاثه في كلية الاتصالات العليا بباريس عام 1979. حصل على درجة الماجستير في هندسة الاتصالات من جامعة القاهرة، ثم درجة الدكتوراه في الكهرباء وهندسة الاتصالات من جامعة كيس ويسترن ريزيرف الأمريكية عام 1983. على الصعيد المهني بدأ شربيني مسيرته الأكاديمية كعضو في هيئة التدريس بهندسة القاهرة، حتى وصل إلى درجة الأستاذية في نظم وشبكات الاتصالات. وبجانب نشاطه الأكاديمي شغل العديد من المناصب المرموقة محلياً ودولياً، ومنها المشرف العام على المتحف القومي للحضارة المصرية بين عامي 2019 و2020، كما تولى رئاسة قطاع المؤتمرات والمطبوعات في الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة في جنيف، ومساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التعاون الدولي من عام 2008 وحتى عام 2013. شغل دكتور الشربيني منصب مدير المعهد القومي للاتصالات من عام 2001 وحتى عام 2011، وكان عضواً في مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لنحو 10 سنوات. تولى الدكتور أحمد الشربيني منصب المستشار الثقافي ورئيس البعثة التعليمية في السفارة المصرية بكندا بين أعوام 1998 و2001. وخلال مسيرته المهنية حصل العالم الكبير على العديد من الجوائز الرفيعة والتكريمات المرموقة، أبرزها نوط الامتياز من الدرجة الأولى الذي منحه له رئيس الجمهورية عام 1995، وجائزة الدولة التشجيعية في العلوم الهندسية عام 1987، كما أدرج اسمه في الموسوعة القومية للشخصيات المصرية البارزة المتميزة. وقد حصل دكتور الشربيني على 4 براءات اختراع مسجلة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وله أكثر من 95 بحثاً علمياً في دوريات ومؤتمرات دولية، وشارك في تأليف 17 كتاباً في مجال تخصصه، مما جعله مرجعاً رئيساً للباحثين والمتخصصين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.